نعمل أول وصفة من أول حلقة من حلقات البرتغال اللي هي كيك البرتقال. ومقادير الكيك 4 بيض بيض، 4 صفار بيض، 100 جرام سكر، 100 جرام دقيق، عصير 1 برتقانة وبش 1 برتقانة، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و50 جرام زبدة. بالنسبة للحشو هيكون مربى برتقان، وللتزيين سكر بودرة. هنبتدي بالكيك، وأول حاجة هنعملها هنخلط أو هنضرب بياض البيض لحد ما يبقى هش ولونه أبيض. بعد كده هنشيله على جنب ونخلط بقية المقادير مع بعض. كده بياض البيض جاهز، هنحطه في بول على جنب. وبعد كده هنبتدي نضرب الزبدة والسكر، نضيف لهم صفار البيض، وبعدين بقية المقادير. هنحط الزبدة، السكر، ولما يبتدوا يختلطوا مع بعض هنزود صفار البيض. ممكن مع صفار البيض نحط البشر البرتقال. هنحط البيكنج باودر مع الدقيق ونضيفهم، وهنضيف عصير البرتقال، نخلطهم مع بعض. ودلوقتي هنرجع بياض البيض نحطه في البول تاني، وهنخلطه بالراحة خالص مع بقية مقادير الكيك، ولازم بالراحة علشان نحافظ على الهواء اللي دخلناه في البياض. وبعد كده هنفرد الخليط في صينية فوق ورق زبدة، هنفرد الكيك في الصينية، وهندخلها فرن بدرجة حرارة 170، وهتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق. رشيت عليها شوية سكر بودرة عشان ما تلزقش في ورق الزبدة، ولفتها بالشكل ده علشان تاخد الشكل بسهولة. دلوقتي هنفتحها بالراحة خالص، هنحط مربى برتقال نفردها عليها، وهنرجع نلفها تاني. زي ما احنا شايفين هي طرية خالص وموست. هنقطع الجناب علشان الشكل
يبقى حل.